نعرفها وأن والملفات هذه لابد لها. إذا قضية الصحراء الغربية ما تنجمش تقول أنت الصحراء الغربية وأنت قتلت الناس وذبحت واختفت وعملت وعملت. قال لك وسرى في العيون. وسرى هنا أيضا في ديار العافية وسرى في تيزي وزو. نعم تيزي وزو أنا قلت تيزي وزو أنت كي تشوفها أنا نعرفها على كل حال. ورحت لها في 80 كي كانت الدعوة الخباط أنا نعرف الشيء هذا. وعشت في حبسها. كي تشوف تيزي وزو بصح كي تروح للدشور ما كان والو لا شيء كاين الفقر. روح انت للدشور وروح للقرى وروح للبوادي الفقر والضياع وكل شيء. الناس نوض عندهم حق ينوضوا. هذيك الخطرة ايضا ناس في الصحراء ولاو شغل عبيد عبيد في الصحراء يخدموا عند الشركات المتعددة نتاع أمريكا وفرنسا وبريطانيا. هذيك خطرة هذا السفير نتاع أمريكا اكتب ما بيان وقالوا بالكم تروحوا للرعاية إياكم أن تذهبوا إلى ديار الشمس رأي الحالة مش مليحة. عندنا الآن قضية الحجاج اللي توفوا رحمهم. المسؤولية مسؤولية الدولة ما هوش حراقها ولكن ايضا مسؤوليه تاع ماذا تاع النظام السعودي. انا النادي الدول العربيه والدول الاسلاميه ينحيوا الحرمين من يد السلطه من يد الاسره المالكه نحيوها يبنيوا كما يحبوا يتصرفوا كما يحبوا يعملوا كما يحبوا. هذا المراكز تاع الحج ملك للمسلمين مش ملك للسعوديه. العائله المالكه اللي راه الملك نتاعها امير المؤمنين ولا كذا راه عند سيادو يداوي من أحب قوم حشر معهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض هذا الحرم المكي والمدني يكونوا كل الدول العربية جاءوا المكة. مكة اللي راحوا الحج هم شافوا جاءوا المكة بنوا أمامها ناطحات ماذا؟ السحاب وبنوا ساعة كبيرة ولا لا؟ طيب انت اللي